احنا بنرجع لكم بعد الفاصل عشان نذكر مرة ثانية بالفائزين في الدورة الأولى من سينمانا. راجع. ما شاء الله جالس تقرأ؟ قلت استغل وقت لازمة وقرأ هذه الكتب. زين زين ممتاز. زين وين أمك؟ خالتك تتصل فيها؟ داخل تقريبا مع مريم. زين خذ راحتك. تريد ابني يموت؟ وكورونا المنتشرة يا كورونا يا معودة كلها كذب بكذب والناس تدري بيها كذب وينطون فلوس للأطباء والمصابين حتى يقولون اكو كورونا لتش بيش ما يردون الناس تطلع حتى يبوقون بكيفهم. يا حرمة بقول لك راح ندخل من وراها ذهب ذهب. اسمع كلامي. بس 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 الله يخليك كل مرة تقول نفس الكلام هذا وفي النهاية تيتي تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي. ابوي اول شيء انت لازم تسوي تحاليل او فحوصات كامله لان بحاله الاشتباه المفروض الواحد يراجع للطبيب حفاظا على نفسه وحفاظا على عائلته. رحله علاجك طريق كفاح بدايه صعبه اخرها نجاح ايدنا في ايدك الوجع ينساح وضحكتك هي نور الصباح. إذن نقدم التهنئة ونبارك لكل الفائزين في الدورة الأولى من مهرجان سينمانا. خلونا نذكر بالنتائج التي وصلت من لجنة التحكيم. نتائج الدورة الأولى لمهرجان سينمانا: شهادات الامتياز، شهادة امتياز للفنانة علا سمير عن فيلم أنا عندي كورونا من جمهورية مصر العربية، شهادة امتياز لفيلم أبطال الجائحة للمخرج عبد الرحمن كعكعي من السعودية، شهادة امتياز لفيلم 29 شوال للمخرج بدر الناشر من السعودية، شهادة امتياز لفيلم لعبة الوجود للمخرج أحمد الزروق من ليبيا، شهادة امتياز لفيلم 2025 للمخرج معاذ سند من مصر، شهادة امتياز لفيلم كوفيد 19 السودان للمخرج منتصر الصادق السودان، شهادة امتياز لفيلم المكالمة للمخرجين مينا ماهر ومينا نادر من مصر، شهادة امتياز لفيلم تحدي للمخرجة بسنت عبد الخالق من مصر، وشهادة امتياز لفيلم كارنتينا 21 للمخرج عبد الله البطاشي من سلطنة عمان، جائزة الفيلم التطوعي لفيلم رزقك في بيتك للمخرج مهند دياب من جمهورية مصر، جائزة الفيلم التسجيلي لفيلم كارنتينا في العراق للمخرج حسن العبدلي العراق، جائزة فيلم التحريك لفيلم الأم للمخرج نصيف شلش من سوريا، جائزة الفيلم الروائي أنا عندي كورونا فيروس إخراج فادي نور من مصر.
مبارك لكل الفائزين، مبارك لكل المجتهدين، مبارك لكل السينمائيين، مبارك لكل الجهود التي استطاعت أن تصنع تظاهرة فنية جميلة ملفتة وباهرة في وسط هذه الجائحة التي نسأل الله أن تغيب سريعا بإذنه تعالى.